فلينظر إخواننا أهل السنة في ذلك وليتأملوا جزاهم الله خيرا. وإن من مصاديق تعظيم الشعائر هو إحياء ذكرى استشهاد الولي العارف الشهيد السعيد السيد محمد الصدر قدس سره في الرابع من شهر ذي القعدة المقبل. وكما أحيا نفوسنا ووضعنا على الطريق الصحيح، علينا أن نبذل الوسعة في إحياء ذكراه الأليمة بمستوى عطائه الكبير. وإن كل ما فيه رفعة للدين وعز للإسلام والمذهب يكون مصداقاً لتعظيم الشعائر، مثل المطالبة باعتبار يوم الغدير الأغر عطلة رسمية، والذي طالب به قائدنا سماحة السيد مقتدى الصدر عزه الله. وكذلك مصداق آخر هو التكافل الاجتماعي في مشروع البنيان المرصوص، فلا تقصروا في ذلك، جزاكم الله خير جزاء المحسنين.